السادة الأساتذة الدكاترة، معشر الأحباب من المقاديم ومن المريدين، أبنائنا الشباب، أملنا ومستقبلنا ورجاؤنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. لو أذنتم لي سيدي أن أفتح قوس قبل البداية في هذه الندوة العلمية، أقول أنه حينما يوشك أن ينتابنا الخوف والوجل على هذا البلد ونتذكر أن به رجالا صالحين من أمثالكم ومن أمثال سلفكم ومن رجال الصالحين الموجودين في هذا الوطن، في كل شبر من هذا الوطن، ندرك أن هذه الجزائر بإذن الله محفوظة ومنصورة. إن هذه الدموع التي ذرفتموها منذ قليل سيدي ومولاي من دون شك هي دموع غالية، وهذه المناجاة وهذا الابتهال وهذا الدعاء من قلوب خاشعة لمولاها عز وجل من دون شك أن ليس بينها وبين السماء حجاب، ومن دون شك أن هذا البلد، هذه الجزائر، سوف تنتصر على كل هذه التحديات وهذه المرحلة، وستخرج إن شاء الله سالمة غانمة بإذنها عز وجل. أغلق القوس وأعود إلى موضوعنا وإلى ندوتنا. طبعا جبل الإنسان على تداول الأخبار وعلى التواصل فيما بين البشر، وحتى في الأثر وفي القرآن الكريم وفي الأخبار القديمة تأتينا أشياء تدل على اهتمام البشر منذ القدم بالتواصل. حتى نقرأ في القرآن الكريم وكنا نقعد منها مقاعد للسمع، ومن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا، يعني مش رايحين يديروا الجن الفوق، رايحين يستمعوا، راح يجيبوا أخبار ومن بعد يقولوا ولسنا ندري أشر يريد بمن في الأرض ما أراد بهم ربهم رشدا. إذن تداول الأخبار، قصة سيدنا سليمان مع الهدهد، أتيتك من سبأ بنبأ يقين، خبر. إذن تداول الأخبار هذا موجود منذ القدم وجبل الإنسان عليه. ويقول الآن المؤرخون أن العصر الحديث هذا قسم، والعصور قسمت إلى أربعة عصور: عصر سيطرة رجال الدين، رجال الكنيسة في زمن ما، ثم عصر سيطرة رجال السلاح فكانت الحروب، الحرب العالمية الأولى والثانية إلى آخره، ثم كانت عصر سيطرة رجال المال، رجال المال، وبها جاء المعسكر الاشتراكي والمعسكر المالي، وكانت التغول لرجال المال إلى آخره، ثم جاء عصر المعلومة. فمن يملك المعلومة اليوم يملك العالم ويستطيع أن يتحكم في العالم، ولذلك تجد اليوم أثر أثرياء العالم هم من أصحاب المعلومات كبيل جيتس وماركت على الفيسبوك وغيرهم. إذن هذا العصر الذي نعيشه عصر انفجار المعلومات، وعلينا ألا نكون بمنأى عنه، وفي نفس الوقت علينا ألا نكون أيضا ضحاياه، فعلينا نكون ندرك جيدا كيف نتعامل مع هذا المستجد وهذا الذي جاء به العلم الحديث، والذي هو مرافق لتطور التكنولوجيات. حتى قال ذلك عالم الاتصال في سبعينيات القرن الماضي ماكلوهان: الوسيلة هي الرسالة، يعني كيفما تكون الوسيلة تكون الرسالة. لذلك نحن طبعا ننحني ونثني على مولانا لما اختار هذا الموضوع الهام جدا، وأود من خاصة شبابنا أن يصغوا جيدا لما سيلقى من مداخلات أعتقد وأجزم أنها قيمة، وأنها بإذن الله فيها نتائج طيبة، لأننا اليوم أمام وسيلة هامة وخطيرة جدا، وعلينا أن ندرك إذا أحسننا استعمالها فإنه سنحقق بها نتائج رائعة وجيدة، أبرزها كما قال مولانا منذ قليل، أبرزها وأهمها هو الترابط فيما بيننا وليس التنافر والتفرق فيما بيننا. علينا أن نترابط بهذه الوسيلة لا أن نتفرق بها.